علينا دكتور. بالمهلي كتر خيركم على هالاستفاده وعلى هالشوفير وعلى. اهلين حسان. اهلين. طمنا. ما في كلام قبل القهوه والفطور، ما في كلام. ايه تكرم عينك. تفضل تفضل. ساووا لنا قهوه وفطور يا بنات. ايه ها؟ يا هيك الفطور يا بلا. صحة وهنا حسان. اهلا وسهلا. اهلين. انا عم اقول ليش الاستاذ ترك المدينة والجامعة وش قاعد بالضيعة. شو يا؟ امتى تجوزت؟ انا تجوزت؟ هي اختي. اختي ربيعة. انا اسف. صار لي زمان ما اجيت لعندكم، يمكن نسيت انا. يسلموا ايديك. شكرا. شبكن زعلانين هيك؟ الزلم بتموت وما حدا بيزعل. يلا دخيلكم قولوا لي وين بدي اغسل ايدي؟ موتوني من الجوع اليوم. دكتور حسان انا بترجاك، بدي النتيجه باسرع وقت. يا سيدي اليوم خلص، بكره ايمت ما بدك. انت ليش ما بدك تفهم علي؟ هذا خمس فرس بيموت بنفس الطريقه. معك حق، وان شاء الله بعد التحليل بنعرف شو سبب هالموت الغير طبيعي. يلا تفضلوا. ابو عبد الله. يعني خلص نويت تسافر؟ يومين بس. يومين؟ وأنا؟ أنت بتستنيني وبتفكري فيه. لا أنا مثل ما عم يقول لك بتفكري فيه. ورح أجيب أمي. لا أوعى. ليش؟ شو اتفقنا من الأول؟ أمك ما لازم تجي. بتاخد ربيعة بعد ما بتهيئ لها البيت وبتحكي مع أمك، بتسافروا وبتعملوا الفرح. ليش أنت مالك جاية معنا؟ يا ريت يا عمتي، بس ما بقدر. ليش؟ حبيباتي ورفقاتي ما بقدر. جيب لك شي معي. جيب لنا فرح معك، ناقصنا فرح كتير. يلا خاطركم. استنى تقبرني. عطي هاي لأمك. إلا هين الحجة سلمى. زيت الياسمين؟ ايه. على فكرة هي انبسطت كتير لما بعتي لها الأغنية معي هديك المرة. لازم تنبسط، سلم لي عليها كتير. وإلا هين الأوادم اللي ببيت رسلان. الله يسلمك يا عمتي. يلا خاطركم. مع السلامة. الله معك. مع السلامة. ما رجعت أغاي. والله ماني عرفاني شو محببة بالعمة سلمى. سافر الضيف؟ لا، عم يرتاح ببيت خالك مصطفى. بس الأغا ما له نفس ياكل شي. ولي على قلبي. إيه الله يريح بالك بقى يا أغا. آمين. مين؟ ما رح تصدقي إذا قلت لك. لك مين؟ خليل آغا وفتح له محمود آغا. خليل آغا؟ إيه. غريب يا آغا. غريب؟ إيه ما في شي غريب يا آغا. بس مين قال لك إني أنا بدي بيع الجرد الغربي؟ والله هيك وصلني. على كل حال بدك تبيع بنشتري، ما بدك تبيع ماشي الحال. كسبنا شوفتك وفنجان القهوة الطيبة برفقتك. طيب تركني شاور وان شاء الله برد لك خبر. ايه شو علي؟ خذ الوقت اللي بدك اياه.
ايه حصان ورا حصان. ايه والارض عم تزرب من بين اصابيع الاغا شقفه ورا شقفه. يعني شو بدكم يعني اعملكم؟ اترك الاغا يطق ولا يرجع يسافر على بيروت؟ لك هذا المال والرز مال فهموها بقى. هذا بقيه بيت رسلان اغا حفظناها اغاي. يو عم تتمسخروا على سيرة الاغا؟ يعني وخليه يرجع على بيروت، شو رح يصير له يعني؟ ويرجع لمريم؟ وخليه يرجع لها. مو تجوزت يا مجنونة، تجوزت وتركته. لك خرسوا! خرسوا يبعث لكم حمى على هلسانات بسبع شطلات، سدوا هالحلق بقى، سدوا! رجعت. شرفت. أمي؟ أمي أنا بحبك. فرحانة مطيعة بديعة، أنتو بتحبوني مثل ما أنا بحبكن. شو بها؟ أمي دسية سخنانة شي؟ طيب هلا الأحسن تبع السنة الماضية كيف ماتوا؟ نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء؟ يعني هيك فجأة هروا وماتوا؟ نفس الشيء نفس الطريقة هروا وماتوا. معناتها هي حالة تسمم. طيب مين وكيف وشلون؟ هذا اللي بدنا نعرفه. شرفوا معي على البايكة. هلا هذا الموضوع شو بده يطلع منه؟ شو بيعرفني؟ المهم نعرف شو اسباب التسمم هلا. ايه سيدي هلا بدكم تاخذوني على نفس المكان اللي كانوا يرعوا فيه الاحصنه قبل ما يتسمموا. ايه تفضل. يلا شرفني. Thank you.